هكذا تتواصل الانطلاقات وأجواتنا شوطا تلو الآخر لتحدي ومنافسة سن اللقاية، بعد ما تابعنا شوط نوادر لحسان بن ثابت الهاشمي 4:25 هو التوقيت الذي تسجل تحت أقدام نوادر. شوط الجعدان اللقاية أيضا ينطلق في ملتقى مشرف في هذا الصباح المميز، 1/1/1431 للهجرة، عام جديد، عام الهجرة الجديدة في هذا الصباح. عاد الله علينا وعليكم بالصحة والعافية. نسير مع مقدمة الشوط شاهين خالد بن حميد بنوني المدهوشي. المركز الثاني، ثاني المراكز مشاهدينا الكرام متابعينا العزاء، هناك التواصل والقدوم على المركز الثاني مشاهدينا الكرام في ثاني المراكز. الحضور ما شاء الله تبارك الله داب لذياب بن سلطان الهاشمي، والمركز الثالث ثالث المراكز سراب لسالم بن دغمال المدهوشي، والمركز الرابع رابع المراكز هناك الوصول من الخروف لمحمد بن ناصر بن عبد الله الهاشمي، وايضا اسم قادم ينضم الى المعركه واضح، ناصر بن سعيد بن راشد الحكماني، ولكن شوف ليقرد خارج السرب المسيطر المندفع بهذا الشوط ما شاء الله. شاهين هو الأقرب، شاهين هو المنطلق، شاهين هو المسيطر على المركز الأول بالصدارة والمقدمة. الله 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 الله، يا سلام. المركز الأول والصدارة الأولى، لا زال شاهين لا زال على مقدمة الشوط على البداية والمقدمة. هذا الأداء الجميل، هذا الحضور المشرف، والعصاب الأبطان، العصاب الأبطان مثبتة، وأيضا بدأ يغير الذهب إلى الصدارة إلى المركز الأول. ذياب سلطان الهاشمي المركز الثاني، ثاني المراكز خالد بن حميد على المركز الثاني. المركز الثاني شاهين خالد بن حميد بن ولي المدهوشي بدأ يتحرك، ولكن الذهب انطلق الذهب على المركز الأول، سيطر بناموس هذا الشوط. خلاص الذهب هو الأقرب، هو بطل هذا الشوط. هانينا والناموس على هذا الفوز، ذياب بن سلطان الهاشمي تهانينا والناموس. لحظات الوصول، الذهب ذهب بناموس هذا الشوط. المركز الثاني لخالد بن حميد بن ولي المدهوش، المركز الثالث وصل فيه الخروف لمحمد بن ناصر بن عبد الهاشمي، والمركز الرابع اللي وصل فيه واضح ناصر بن سعيد الحكماني، والمركز الخامس لسالم بن دغمال المدهوشي. اما التوقيت لتسجل 4:21 ثانية. تهانينا لذياب بن سلطان الهاشمي على هذا الفوز.